بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خير من خلق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني أخواتي أعزائي المشاهدين، خير ما أحييكم به في هذا اللقاء المبارك تحية الإسلام، تحية من عند الله طيبة مباركة، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم في عدد جديد متجدد من برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. لقاؤنا في هذا الأسبوع المبارك لقاء مميز بتميز ضيفه الذي حل علينا. سيحل علينا في هذا اللقاء المبارك ضيف عزيز علينا، هو محب الجزائر وعالم من علماء الأمة، هو علامة الشام فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله عز وجل. مرحبا بك دكتور. بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. أمين. جزاك الله خيرا شيخنا على قبولكم للدعوة، أولا بزيارتكم للجزائر، وثانيا بقبولكم دعوة قناة البلاد في هذا اللقاء المبارك. هو الدعوة سنة، أما الاستجابة فرض، من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. الله أكبر. بارك الله فيك شيخنا، والجزائر كلها تفتح ذراعيها لكم حبا لكم. وأنا أحبكم كما تحبون. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. شيخنا الفاضل، قد لا يخفى على أحد منا ما تعانيه الأمة من تشرذم وتمزق وانحطاط في هذه السنوات الأخيرة خاصة. نحن في هذا الوقت شيخنا كثيرا ما نحتاج إلى خطاب يجدد فينا الثقة، يجدد فينا الأمل بغد مشرق إن شاء الله سبحانه وتعالى. بادئا ذي بيت كما تقولون شيخ، ألا تظن أن انحطاط أمتنا ربما يكون من أكبر الأسباب الذي أدى إلى ذلك؟ بعدنا عن الوسطية والاعتدال، بعدنا عن الدين من حيث الإفراط أو التفريط. الكلمة إليكم شيخنا. الحقيقة أن الطبيب إذا جاءه مريض يعاني من التهاب معدة حاد يأمره بحمية قاسية جدا لستة أشهر والشفاء مؤكد. أما إذا جاءه مريض معه ورم خبيث منتشر يقول له كل ما شئت. أيهما أفضل، أن نخضع لحمية قاسية جدا لعلم الله بنا أن هناك خيرا كامنا فينا وسوف يتفجر طاقات وعمل صالح، أم أن يقال لنا خذوا الدنيا كما تريدون؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أنا أتمنى أن أعالج في الدنيا وأن أصل إلى نهاية الحياة طاهرا مطهرا، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر. فإذا بغي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. الله. فإذا انتهى بنا المطاف مع معالجات إلهية حكيمة ومتنامية إلى الطهر الكامل واستحقاق الجنة، نحن من أسعد الناس. نعم. شيخنا المولى سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيما تتجلى هذه الوسطية شيخنا؟ والله كل شيء له حد أعظم وحد أصغر، وكأن الوسط الفضيلة وسط بين طرفين. الكرم إتلاف المال خطأ والبخل خطأ، بينهما الكرم. كل صفة بالإنسان فيها صفة نهاية عظمى ونهاية دنيا، والحق في الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني جمعنا بين الدنيا والآخرة. في أديان آخرة فقط، في أديان دنيا فقط، جمعنا بين الدنيا والآخرة وبين الشهوة والعقل. كل الأشياء المتقابلة نحن في الوسط،
هذا أكمل شيء، الكمال المطلق في الوسط. يعني أيام بيكون الواحد موقعه بمسافات واحدة مع كل الأطراف، هاي الوسطية، ما في انحياز. نعم شيخ. أستاذنا الفاضل، كذلك لو نتطرق إلى هذه الوسطية، ربما قد يخفى على كثير منا أن الوسطية تتجلى في عدة مجالات بشمول الإسلام وبعدل الإسلام، فهل نستطيع أن يقتصر فهمنا للشمولية في العبادات فقط أو في الشعائر التعبدية فقط؟ الحقيقة أن الإسلام وسطي في كل شؤوني، نعم، في التشريع، في العبادات، في المعاملات، في الأعمال الصالحة. إتلاف المال خطأ، إنفاق المال كله خطأ، عدم الإنفاق خطأ، المودة غير المعقولة بلا ممهدات بلا أسباب موضوعية خطأ، تنقلب إلى عداوة أحيانا. فالإنسان لما بيكون عنده نور من الله، نقطة دقيقة جدا، أكبر مكافأة للمؤمن إذا أخلص في دينه أن الله يلهمه الحكمة. الحكمة أكبر عطاء إلهي، الله أكبر. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقا، وبالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، من دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحكمة تجعل العدو صديقا، من دون حكمة تجعل الصديق عدوا. بالحكمة تتدبر أمرك بمال محدود، من دون حكمة تتلف المال الكثير. كأنه أكبر عطاء إلهي هو الحكمة، إلا أنها لا تؤخذ ولا تكون بلا سبب. ومن يؤت هي مكافأة من الله، أكبر مكافأة للمؤمن ألهمه الحكمة. بين أمه وزوجته في حكمة، لو انحاز إلى زوجته أغضب أمه، لو انحاز إلى أمه أغضب زوجته، بينهما. أنت حينما تقف الموقف الكامل المعتدل الوسطي بين الطرفين دائما تكون حكيما، وهذا يكون فضلا عن اختيارك أن تكون حكيما بمعونة الله عز وجل. نعم شيخ. شيخ، كما قدمت في المقدمة، أمتنا تعاني الويلات، بظنكم أو برأيكم ما هو الخطاب الذي يجب أن يكون في هذا الوقت كي نعيد الأمل في القلوب بغد مشرق إن شاء الله؟ أنا مؤمن إيمان قطعي أنه ما نزل بلاء إلا بسبب، ولا يرفع إلا بالتوبة. الله أكبر. أما أنه أفهم ظروف خارجية، إيه الله بيده كل شيء. نعم. إذا بتقول في ظروف خارجية، في جهات قوية جدا مجرمة، هذا كلام يقال أحيانا، بس هو لو تعمقنا، الله هو إله مع البشر، كيف سمح لهؤلاء الأقوياء أن ينالوا منا؟ كن مع الله ترى الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك معك فمن يستطيع أن ينال منك؟ كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعه. الله أكبر. شيخنا، الحديث معكم شيق، الله يبارك. قبل أن أختم هذا اللقاء، وقد اقتطعنا الكثير من وقتكم الغالي، استغفر الله، عندي سؤالين أريد أن أطرحهما عليك أستاذنا. تفضل. لماذا تحبون الجزائر؟ والله أنا أشعر أن هذا البلد عانى من الاستعمار القاسي غير المعقول 130 سنة، وانتصر، في عنده اعتزاز، نصر على دولة عظمى لا تعرف الله أبدا، واعتمدت القسوة البالغة، يعني 43 ألف قصفوا، و12 ألف ببعض أحياء الجزائر. هل القسوة البالغة؟ هم صبروا وتحملوا وانتصروا، فهذا أورثهم شيء من العزة والكرامة، أنا أراها دائما في معاملاتهم، هي نعمة كبيرة جدا. وحقيقة انتصار الإخوة الجزائريين على فرنسا انتصار كان بادرة لغيرها، فيعني هذا من بعض ميزات هذا البلد الطيب. وأنا والله أحب هذا البلد، يعني أشعر أنه، وهي أهم نقطة،
التدين في هذا البلد ليس تهمة تحاسب عليها، نعمة كبيرة كثير. وهذا البلد فيه أطياف، ليس بين طائفين أحقاد تاريخية كما في بعض الدول تقريبا. بعدين في دولة قوية تحاسب وتعاقب، بس ما في عندها قتل. قلت نعم، هي نعم أُلفت فنسيت. فالنبي نبهنا أن نشكر النعم التي أُلفت. أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها، حينما تزول تراها صارخة النعمة. ما هي موجودة، قد زوج له زوجة صالحة، سافر لأمريكا غاب شهرين، لا يخطر في باله لثانية واحدة أنه في رجل أجنبي دخل بيته. هي نعمة كبيرة لكنه ألفها فنسيها. فالنبي تمنى علينا أن نشكر النعم المألوفة. أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها. فأنا بقول أنه قبل ما تقول في سلبيات، الإيجابيات درستها بكل بلد، في إيجابيات. إنسان يمشي آمن في الطريق، هي نعمة كبيرة. يعني في حق وفي باطل، وفي الأخطاء موجودة وين ما كان، بس هو المشكلة بقى بنسب الأخطاء. بيكون الفساد بالمية 10-20، بين بالمية 90، هنا المشكلة. نعم شيخ، كذلك برأيكم ما السر، وأنتم تجوبون مساجد الجزائر، ما السر في ذلك الإقبال الهائل للمصلين رجالا ونساء وولدانا؟ أنا أشعر أنه على محاضرتكم. الإنسان بحاجة إلى خطاب ديني ناجح. الدين توقيفي لا يزاد عليه، إن زدت عليه اتهمته بالنقص ولا يحذف منه. فالخطاب الديني خطاب توفيقي، خطاب وسطي، خطاب يجمع ولا يفرق، يقوي ولا يضعف. هذا الخطاب هو المشكلة الأولى في حياتنا. الدين ثابت ما بيتغير، أما وين التجديد بالخطاب الديني؟ وبعضهم قال التجديد في الخطاب الديني أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا تجديد بالخطاب الديني. وأن تخاطب عقل الإنسان وقلبه معا وجسمه. العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب الذي احتري بمال حلال. الإنسان إذا غذى عقله وقلبه وجسمه تفوق، إذا اكتفى بواحدة تطرف. الشيخ في الأخير، سؤال أخير شيخنا الفاضل، ما هي نصيحتكم للجزائريين وللشباب خاصة كي نحافظ على هذه النعمة، نحافظ على وحدتنا، نحافظ على بلدنا؟ أنا أريد خطاب ديني غير متطرف، خطاب ديني وسطي للشباب كي يقنعوا بالدين. إذا الشاب سمع خطاب ديني متطرف في تطرف كبير يرفض الدين دون أن يقصد. فإذا كان جاءه خطاب متوازن يحقق له سعادته في الدنيا واستقراره وفرصة عمل وزواج صالح ومسكن، هذا الشاب هي طموحاته، وطموحاته متواضعة جدا، يريد فرصة عمل، يريد زواج، يريد مسكن 60 متر. أعطيته كل طموحاته للشاب، صار قوة بيد الأمة الشاب. إذا كان الطرق مسدودة صار فيه تطرف، تطرف تفلتي إباحية أو تشددي، تكفير وتفجير أبدا. إما أن تعطي هذا الشاب طموحه الطبيعي المعتدل الوسطي، فرصة عمل وبيت وزوجة، أو بيتطرف. إذا تطرف في عنده تطرف تشددي التكفير والتفجير أو تفلتي الإباحية. جزاك الله خير شيخنا الفاضل على تلبيتكم للدعوة. أقل واجب. سأل الله سبحانه أن يجعل في ميزان حسناتكم، بارك الله بكم، ويلهمكم الله عز وجل الصحة والقوة إن شاء الله. بارك الله، فما أحوج الأمة لعلمائها. الله يخليك، نرجو الله أن نكون كذلك. جزاك الله كل خير. إخواني أخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم استفدنا من هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أجدد تشكراتي له على تلبيته للدعوة في هذا اللقاء المبارك، لقاء الجمعة مع قناة البلاد. كما أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا اللقاء المبارك، وعلى رأسهم هيئة الإعجاز العلمي فرع الجزائر. إخواني أخواتي، نلتقي وإياكم في أعداد جديدة متجددة من موعدكم الأسبوعي لقاء الجمعة. إلى ذلكم الحين
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.